السلام عليكم اخواني اخواتي، كنتمنى تكونوا باتم صحه والعافيه وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. عرفت بانني طولت الغيبه ونظرا لظروف شخصيه، ولكن جيت وجبت لكم معايا هذه الخلطه السحريه الرائعه المفيده للجسم ديالنا. تقدروا تسميوها ان ديتوكس، تقدروا تسميوها وصفة لتخليص الجسم من السموم أو إكسير الشباب. يعني هذه وصفة ديال الجدة ديالي كانت دائما ما كتخطاناش في البيت، يعني وصفة اللي هي غادي تنفعكم في هذا البرد، خصوصا كتعرفوا بأنهم كيكثروا الأمراض في هذه الفترة هذه على الأطفال ديالنا وحتى البالغين. فقلت نشارك معكم هذه الوصفة هذه إن شاء الله بالنفع وبالفائدة. بقوا معي نهاية الفيديو باش تعرفوا على المكونات وطريقة التحضير. فالفوائد ديال هاد الخلطه هذه ديال العسل والليمون والثوم اللي هي يعني كنسميوها خلطه ثلاثيه، هي وصفه من الطب الشعبي، وصفه كتقوي جهاز المناعه الضعيف بسبب احتوائها على نسبه عاليه من الفيتامينات ضد الميكروبات والبكتيريا. كما قلت لكم هاد الوصفه هذه صالحه الأطفال والبالغين المصابين لوقاية من الإنفلونزا، لتحسين التمثيل الغذائي، لتقوية وزيادة مرونة الأوعية الدموية، القضاء على لويحات الكوليسترول. فبسم الله على بركة الله غادي نحتاجوا واحد ثلاثة الحامضات أو ثلاثة الليمونات اللي غسلتهم جيدا، وهنا عندي ثلاثة ديال الثوم، يعني الكركوبات ديال الثوم كاملين. هنا عندي العسل، غنستعمل تقريبا واحد 300 غرام ديال العسل. أول حاجة أنا كناخد الثوم ديالي كنحاول هكا نقشره، كما كنعرفوا بأن الثوم كيحتوي على فيتامينات، كالسيوم، فوسفور، مغنيسيوم إلى آخره، يعني غني عن التعريف، وكنعرفوا بأنه كيقوي لنا المناعة. انا غادي نحاول هنايا نقشر الكميه كامله ديال الثوم، وكنستعن بواحد لاشوار، اللي عنده يستعملها، اللي ما عندوش فكيحاول يقطعو رقيق بهذا الشكل هذا. من بعد غادي ناخذ الليمون وغادي نحاول هكا نقطعو، قطعو عشوائي كيف ما بغيتو، غير هو المهم يكون مغسول مزيان القشره ديالو. انا هاد الليمون اللي استعملت بيو من المزرعه. هنايا غادي نحيدو ليه عظام اللي تيكونوا فيه بهذا الشكل هذا، نحاول نقطعو ايضا الى اجزاء اصغر من هذه، ونحاول نديرو في الميفرامه. كما قلت لكم اللي ما عندوش لاشوار فيحاول يقطعو قطع صغيره جدا فقط بالاستعانه بسكين حاد. انا هنايا غادي نفرمو كما كتلاحظوا، و غادي نحصل على هذا الشكل هذا. غادي ناخذ واحد الوعاء او واحد القنينه اللي هي زجاجيه، من الافضل تكون محكمه الاغلاق، ندير فيها هذاك الثوم وندير فيها هذاك الليمون المقطع، وغنفرغ فيها 300 غرام من العسل. انا اختاريت العسل ديال الدغموس، يمكن استعمال اي نوع من العسل، يا عسل اوكاليبتوس او اعشاب مختلفه، اي عسل متوفر عندكم، المهم يكون عسل حر. كما كنعرفوا بان العسل والثوم والليمون عنده واحد التاثير مهدئ ومحسن للذاكره وكينشط لنا الدماغ. هاد الخليط هذا او الوصفه هذه اللي قدمتها لكم فكنوضعوها في الثلاجه لمده ديال 7 ايام، يعني كيبقى هذا الشيء منقوع عاد كنستهلكوه. هاد الثلاثي ديال العسل والثوم والليمون عنده واحد التاثير مذهل على الجسم ديالنا، ولا عجب ان هذا المزيج كيتسمى ايضا باكسير الشباب، لانه كينقي لنا واحد الطريقه، سبحان الله كينقي لنا الجسم ديالنا، غادي تلاحظوا الفرق. فالطريقه ديال الشرب ديالو او التناول ديالو، غتاخذوا واحد الكاس ديال الماء اللي يكون طبيعه الحال دافئ، وغتاخذوا واحد الملعقه كبيره وغادي تحاولوا تمزجوه في هذاك الكاس وتشربوه على الريق قبل ما تناولوا الافطار ديالكم. يعني كتخليوا المفعول ديال هذه الوصفه هذه في الجسم ديالكم باش يستافد منها مزيان. اللي ما قدرش يشربها على الريق ف مورا العشاء، يعني ماشي مورا العشاء مباشره، بعد ما كتناولوا وجبه العشاء، يعني كتبقى واحد المده مثلا ديال ساعتين، عاد كتاخذوا هاد الوصفه هذه كما قلت لكم. يا بالنسبه للاطفال الصغار اللي ما غيبغيوش يشربوها لكم في الماء، تقدروا ديروا لهم الوصفه في الحليب وان شاء الله يتناولوها لكم. كما قلت لكم غادي تناولوا هذه الوصفه هذه وراء وجبه العشاء واحد المده ديال ساعتين، وكتناموا مباشره، وان شاء الله غادي تلاحظوا الفرق. يعني الا كان فيكم انفلونزا او اي، يعني كتحسوا براسكم يعني المناعه ديالكم ضعيفه، الصدر ديالكم مثلا مخنوق، ولا يعني مجموعه من الحوايج اللي كنحسوا بهم في هذه الفتره هذه ديال فصل الشتاء،
فهاد الوصفة هذه إن شاء الله غادي تنفعكم بزاف وما غاديش تخطاكم. فدائما الاحتفاظ بهاد الوصفة هذه كيكون في الثلاجة باش يعني كنحافظوا على نفس الفوائد، لأن داك الحامض أو الليمون راه كيطلق الماء ديالو، فضروري ومؤكد ما تحتفظوا بها في الثلاجة. نتمنى هذه الوصفة ديال اليوم ان شاء الله تفيدكم وتعطيوها للاطفال ديالكم باش تنقيو الجسم ديالكم من السموم ان شاء الله. كنتمنى لكم دائما دوام الصحة والعافية، ولا تنسوا ان صحتنا في حميتنا. اترككم في امان الله، الى اللقاء.